Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Kif kon elyom? Moi je vais très bien. Ana ktir mniha. Je m'appelle Carole. Ana ismi Carole. Ou elyom rah netzakkar ma ba3dna harf ta3allamna elhalqa elmadiya. Min bitzakkar? Elaf3a, hada sawta fahih elaf3a. La lettre S. Serpent. تذكرتوا كل هالاشياء؟ لا لتر اس اكيد وكثار منكم تعلموا يكتبوها وتعلموا كمان احرف تتضمن لو سون اس يعني صوت اس. تذكرتوا؟ شوفوا معي انه في عندي كثير احرف هون. هيدا مين بيتذكر شو بيقولوا له ان فرونسي الابجديه؟ الالفابي فرونسي. الالفابي فرونسي الاحرف كلهم. عندي حدي هون لا لتر اس. تذكرتوها؟ اس ماجسكول. حدا اس مينوسكول. مين منكم بيتذكر كلمة بتبدا بالاس مينوسكول؟ في ساب البرافو وفي كتير كلمات رح نتعلمهم بهيدي الحلقة. مشوقين؟ انا كتير مشوق اعلمكم هالكلمات. بس بالبداية رح نسمع كل هالاحرف بغنية الالفابي فرنسي. Forme l'alphabet, le sais-tu, le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet, le sais-tu? Les lettres, oui, les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D, comme dé. E, éléphant. F, comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou. L comme lune, M mouton, N comme nid. O, orange. P comme pomme. Q comme 4. R, radis. S, serpent. T, tortue. U, univers. V, vélo. W, wagon. X, Xavier. Y comme yaourt. Z comme zèbre. رجعنا أصدقائي. On est au tableau. على اللوح. Tableau يعني اللوح. وهلا رح نكتب la lettre S en majuscule, en minuscule. يلي كتبها المرة الماضية يعيدها. واللي ما لحق يكتبها هلا بيقدر يتعلمها معي. شوفوا. La lettre S. بما إنه بتشبه السيربان الأفعى كمان تشبهها لما بنكتبها en majuscule. شوفوا منحس انه افعى serpent. Serpent نكتب بعد مره s majuscule. S صديقتي سابين تكتب اسمها بالاس majuscule لانه اسماء العالم نكتبهم دائما دائما en majuscule. وهلا رح نكتب تحتهم s minuscule. برافو كتار منكم سبقوني لأنه حفظوا وتمرنوا كتير منيح. بعد مرة اكتب S مينوسكول. فوالا صار عندي S ماجسكول S مينوسكول. وهلأ صار وقت مثل كل مرة بس نتعلم حرف جديد نربط هيدا الحرف avec les voyelles. مين منكم بيتذكر les voyelles؟ رح نعدهم بسرعة. A O U I E. très bien. A, ça, comme sable, ramel, du sable. S, O, so, fini ur sol. كمان بكتب S, O, بس le O ما بسكر تمي عليه, بنقول له O ouvert. Sol, الأرض. S, U, su, مثل sucre. Sugar أو سكر. سكر. سو. سو. S-I نلفزو. سي. très bien. سي. S-E سو. très bien. مين منكم ذاكر إذا بدي اسمع سي شو بعمل؟
J'écris E, بكتب E وبحط accent aigu. C. وإذا بدي أقول C. كمان بكتب E بس بحط الأكسنت عكسه. يعني A من اليمين للشمال بهالطريقة. A من الشمال لليمين. C. 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 Très bien. وفي كلمة شهيرة تعلمناها بالحلقة الماضية. الأفعى. هلا قلناها برافو لو سيربون رح نكتبها سوا. لو سيربون. سيربون يعني الأفعى. قلت لكم كلمة سيربون احفظوها كلها. يعني فيني بلش انقلها اعمل كوبي. كوبي يعني نسخ. بنسخها 10 مرات 15 مرة هيك برجع بحفظها شوي شوي، وإذا اطلعت فيها كتير كمان بحفظها. لو سيربان الأفعى. تذكرتون أصدقائي؟ وهلا بما أنه كنتوا شاطرين وهو حرف تعرفوه، أنا اليوم حضرت لكم أغنية جديدة، اون شانسون. ومن هيك بديكم تركزوا منيح معي على كلمات هيدي الأغنية. الأغنية بتقول لا شانسون جو سوي بروبر. Je suis propre, يعني أنا نظيف. هيدا عنوان الغنية, le titre de la chanson. ركزوا معي رح نبلش. Moi, je suis propre. Moi, يعني أنا. Je suis propre, أنا نظيف. Je me baigne tous les jours. يعني بتحمم, je me baigne, بتحمم tous les jours, كل يوم. لأنه كلمة جور يعني يوم. تذكروا أيام الأسبوع. Les jours de la semaine. أيام الأسبوع. أيام يعني جور. Je me baigne tous les jours. بتحمم كل يوم. Je me brosse les dents après chaque repas. يعني أنا بغسل أسناني من بعد كل وجبة طعام. أنتوا هيك أصدقائي بدكم تغنوا الغنية وتطبقوها بحياتكم كل يوم. تتحمموا كل يوم وتفرشوا سنانكم، تنظفوا سنانكم كل يوم كل يوم من بعد كل وجبة طعام. لكن je me brosse les dents. Je me brosse les dents. ومن بعد ما تكونوا عم بتفرشوا سنانكم وتخلصوا فيكم تقولوا je me brosse les dents. هيك بتحفظوا انه انا هلا عم نظف سناني. بعدين بيقول je me lave les mains. Je me lave. Lave. عم بغسل. Lave. Les mains. Les mains, يعني اليدين. Je me lave les mains plusieurs fois par jour. عدة مرات. Plusieurs, يعني مرات عدة. Plusieurs fois par jour. يعني أنا بس أوعى بدي غسل إيدي. وبس اشتغل شوي بغسل إيدي. من بعد حلقة مدرستي هلا بغسل إيدي. وقبل ما آكل بغسل إيدي. كل ما غسلنا إيدينا كل ما منكون عم نحمي حالنا من الميكروبات. Je me lave les mains plusieurs fois par jour. عدة مرات. Le savon. الصابون. صابون. صابون. Le savon et l'eau. المياه. أكيد أنا بغسل بالصابون وبالماء. Le savon et l'eau sont mes meilleurs amis. Sont mes amis. مين بيتذكر شو يعني أمي؟ أصدقائي. يعني الصابونة والماء هن أصدقائي. وأكيد أنتو كل ما تغسلوا إيديكم لازم تستعملوا الصابون. الماء وحدة ما بتكفي لأنها ما بتقتل الميكروب يعني الميكروبات. Le savon et l'eau يعني الصابون والماء هن أصدقائي بحبهم كتير لأنه بيساعدوني أنه ما أمرض. بعدين شو بعمل كمان لأنه أنا نضيف؟ Je prends soin de mes habits. بهتم بتيابي بالملابس. بهتم فيهم منيح. يعني كيف يعني فيني اهتم فيهم؟ يعني ما بوسخهم، ما بخزقهم، ما بكتب عليهم. Je prends soin de mes habits. بعتني. Prendre soin يعني اعتني. بعتني بملابسي بتيابي. وشو كمان بعتني؟ De mes cheveux. بشعري كمان. بعتني بشعري. فيني مشطه، لازم مشطه ولازم حممه كل يوم. وكمان اعتني كمان de mes ongles. بعتني باظافري. بقصهم منيح وما بتركهم ابدا يكونوا وسخين. Je prends soin يعني اعتني. اذا بعتني بثلاث اشياء.
de mes habits, les tiebe, de mes cheveux, بشعري, de mes ongles, يعني بأظافري. بهالطريقة بصير عندكم كتير أصدقاء والكل بحبكم أكتر لأنكم نضاف. بالآخر منقول je suis heureux. أنا بكون سعيد. heureux يعني سعيد. مبسوط. je suis heureux. vive la propreté. يعني تعيش النظافة. vive يعني تعيش. propreté يعني النظافة. أنا سعيد لأن نضيف وعم بحافظ على نظافة جسمي. حبيتوها؟ هلأ رح تلاقوها كتير سهلة بس تسمعوها مع النغمات كمان والصور. جاهزين؟ لأنه هلأ رح نسمع. ما تنسوا Je suis propre. Moi, je suis propre. Je me baigne tous les jours. Je me brosse les dents après chaque repas. Je me lave les mains plusieurs fois par jour. Le savon et l'eau sont mes meilleurs amis. Je prends soin de mes habits, de mes cheveux et de mes ongles. Je suis très heureux. Vive la propreté. رجعنا أصدقائي. حبيتوا لا شانسون الأغنية؟ عيدوها كتير مع كل حلقة تتحفظوها منيح. وهلأ صار وقت نشوف كلمات جديد أكيد بأي حرف. أس برافو. في كلمات جديد من هيك بدي إياكم تركزوا كتير كتير منيح على الإكران على الشاشة. شوفوا قدامكم حيوان يمكن منكم ما بيعرفوه. هيدا بيقولوله الأنفض. هيدا حيوان عنده شوك بشوك وأكترية المرات بيتخبى. من هيك كتار الناس اللي ما شافوه بالحقيقة. أنا مثلاً ولا مرة شايفة أنفض حقيقي. هون الأنفض en français منقله hérisson. عيدوه بعد مرة. hérisson. hérisson. un hérisson. hérisson يعني أنفض. اخترت لكم هالكلمة لأنه فيها 2 S. 2 S. hérisson. بتلاحظوا ببداية الكلمة في حرف ما بلفظه أبدا. رح نتعلمه بالحلقات اللي جاية أكيد. un hérisson. hérisson كلمة masculin. برافو. عدو بعد مرة hérisson. سكروا منيح تمكن. تاني كلمة العظمة. العظمة منقلها en français os. قولوا بعد os. هي مؤلفة بس من حرفين deux lettres. O S. أس. نقول أنس. أنس يعني عظمة وحدة. أس. وبلفظ الأس مع أنه هو بآخر الكلمة. انتبهوا إذا عندي أنس قول أس. بس إذا شفتوا اثنين أو ثلاثة نقول ديزو. يعني ساعتها كأنه ما عم بلفظ الأس. بس لما يكون عندي أن يعني عظمة وحدة قول أس. فستوا؟ ثالث كلمة شو شايفين؟ شجرة الميلاد. شجرة الميلاد من إلا en français sapin. كتار منكم سمعينا قبل. منقول le sapin de Noël. نويل يعني الميلاد. sapin. sapin هي شجرة الميلاد. un sapin. sapin هي شجرة بتنوجد بالغابات أكيد. ونحن بس بدنا نحطها على الميلاد ونزينها منجيبها. وفينا نجيبها طبيعية فيها ما تكون طبيعية. un sapin. كلمة بتبدأ بالأس. sapin. كتبتوها؟ فيني قول le sapin. le sapin de Noël. شجرة الميلاد. الكلمة التالية حساء. حساء أو الشوربة من إلا de la soupe. بعد مرة soupe. soupe كلمة بتبدأ بالأس بسمع س. soupe. de la soupe. الحساء. ليه برأيكم قلت دو لا سوب؟ لأنه هي كمية من الحساء بس ما فيني عدها. هو سائل. دو لا سوب سائل وهو سائل مفيد كتير. لازم بالشتة دايما دايما تاكلوا سوب ببداية الغداء. دو لا سوب. بعد مرة سوب. أما الكلمة الأخيرة لليوم هي
sol, le sol. شو شايفين عم تعمل هالبنت؟ Elle balaye le sol, يعني عم بتكنس. عم بتنظف الأرض. Sol يعني الأرض. أرض. Le sol. نحن شايفينها سوا. لما تعلمنا la lettre O. وقتها قلت لكم فيني أقول O ouvert مثل sol. ومرات بيكون O fermé. O. O. هون ما قلت sol. قلت sol. هيدا O ouvert. Le sol إذن الأرض. رح أرجع عيدهم. أول كلمة هي الأصعب. الأنفض. Un hérisson. بعد مرة. Un hérisson. تاني كلمة كتير سهلة. مؤلفة من حرفين. Os. Un os. بعمل liaison. Liaison يعني بربط الكلمتين. Un os. تالت كلمة شجرة الميلاد. من إلا sapin. هيدي الشجرة هي sapin. Un sapin. Sapin. الكلمة ما قبل الأخيرة هي الحساء أو الشوربة. De la soupe. Soup. De la soupe. أما الكلمة الأخيرة يلي شفناها اليوم كمان كلمة صغيرة كتير. Sol. Sol يعني الأرض. Le sol. Un sol. C'est masculin مذكر. كتبتون؟ برافو أصدقائي. هلأ رح انتقل معكم. حضرت لكم اكزرسيس يعني تمرين. وبهيدا التمرين حضرت لكم صور. رح تكونوا كتير محمسين وكتير كتير رح تحبوه. شوفوا رح فرجيكم صور وبدنا نجرب نحزر شو في بالصورة. أكيد أنا اخترت لكم صور انتو بتعرفوها كتير منيح. شفناها بالحلقات الماضية أو كمان بهالحلقة. شو في عندي أول شي؟ شمس. شو من إلا الشمس؟ Le soleil. Bravo. بدنا نكتب soleil. Le soleil. Le soleil. Le soleil. الشمس. رح نشوف الكلمة الثانية. رح أحذركم. شوف مين بيتذكر. شو عندي هون؟ شو هيدا؟ هلأ شفناها. حساء صحيح. شوربة. شو من إلا؟ دو لا سوب. برافو. دو لا سوب. سوب يعني حساء. نكتبها؟ يلا رح نكتبها. دو لا سوب. سلي. سوب. اس. سوب. شفتوها؟ سوب يعني حساء. فيكم ترسموا حدا. رح تشوف الكلمة الثالثة. محضرين؟ شوف مين رح يحزر. حضروا حالكم كلمة بتعرفوها كتير منيح. شو شايفين بالصورة؟ أفعى. شو منقله؟ سيربان. برافو. لو سيربان. ان سيربان. وشو الصوت اللي بيعمله السيربان؟ فحيح. سيفلمان. il siffle. siffle. من هيك رح اكتب هلا على التابلو لو سيربان siffle. جاهزين؟ لو سيربان siffle. siffle. s i f f l e. le serpent siffle. اما الكلمه اللي من بعدها شو هيدا؟ شو في عندي هون؟ un os. برافو. عظمه. os. تذكروا منيح. un os. واذا عندي كثير des os. يعني كأنه بس عم بلفظ الأو. من كم حرف مؤلفة أس؟ حرفين. رح نكتبها سوا. أن أس. شو هيدا الشيء؟ ليزون يعني بوصل. أن أس. تما أقول أن أس. أن أس. عظمة. والكلمة اللي من بعدها
كمان بتعرفوا بس يمكن البعض منكم نسيوه. ما نسيتوه؟ برافو. سكي مين هيدا الشخص؟ الأمير. لو برنس. سيت ان برنس. هيدا أمير. ان برنس. ب برنس. تذكرتوا برنس؟ رح نكتب ان برنس. ان un prince. Prince, كلمه بتتضمن لا لتر R. تذكرتوا couronne, reine. couronne يعني تاج. reine الملكة. le roi الملك. prince. un prince. ليه كتار منكم عم بيقولوا ليش حطيت برنس هون؟ ما في اس بس انا عم بسمع س. وهيك انا حضرت لكم هيدي الكلمه لقلكم انه ان فرنسي مرات فينا نسمع س بغير حرف هيدا الحرف. وهيك بكون حضرتكم لهيدا الحرف لأنه بالحلقات اللي جاية رح نتعلمه ورح نشوف إنه ساعات هيدا الحرف بسمعه س. ان برنس يلي كتبوه بالمرات الماضية صاروا يعرفوا إنه هيدا الحرف فيني اسمعه كمان غير حرف الاس. كتبتون أصدقائي؟ وخلونا قبل ما ننهي هيدي الفقرة نعد مع بعضنا من الآن للنف يعني من الواحد للتسعة. جاهزين؟ آن دو تروى كاتر سانك سيس ست ويت نف. صرنا نعرف نعد من الواحد للتسعة. برافو. وما تنسوا تعيدون كلهم بار إكري يعني تكتبون كتير منيح لتنطروني بالحلقات اللي جاية. أرفوار. Un os. Le sol. Un sapin. Une sucette. Un hérisson. De la soupe. Un serpent. Un prince. Une assiette. Du sucre. Le soleil. Moi, je suis propre, je me baigne tous les jours, je me brosse les dents après chaque repas. Je me lave les mains plusieurs fois par jour, le savon et l'eau sont mes meilleurs amis. Je prends soin de mes habits, de mes cheveux et de mes ongles, je suis très heureux. Vive la propreté.